كلها اليوم شفنا جياسكا ثاني داروا بون ماتش، حنا درنا بون ماتش، حاجه مليحه روح رياضيه فوق الميدان. حنا لعبنا بوكو بليس اليوم مع النتيجه، وين كانت مباراه صعيبه يعني للفريق شباب القبائل اللي نحترمه كثير، عنده فرقه مليحه. نظن احنا اليوم لعبنا على 3 بوان باش نكارتيو يعني نوسعوا شويه لي كارون تخو نو. الحمد لله اون بريمير بلاس ديتاشي بسي بوان. نظن سي ان ماتش اليوم درنا به لا ديفيرونس، جيسبير نكملوا هكذا جوسكو بو ان شاء الله. طبقنا لي كونساي تاع لونترينار وين جبنا لا فيكتوار هذه، وين فرحنا الشعب تاعنا الحمد لله. عجبك الماتش؟ صح. صح ماتش واعر، صح احنا ربحنا قدرنا على الفوز. هذه هي كرة قدم، احنا على كل حال درنا مقابلة في المستوى. اي نو زون ماركي او كو دو جو، وين احنا اللي كان عندنا الكرة، كانت عندنا الكرة، بحمنا الكرة. خلينا ليسباس اللي ما يلقش نخليه سيتو في وسط الميدان، هذا اللي خلاونا يسجلوا علينا الهدف. الحظ ما كانش معنا وين كنا نسجلوا الهدف التعادل، لكن هذه هي كره قدم، لازم نتعلموا ما من الحوايج كيف يقولوا من الانهزامات، وان شاء الله نزيدوا نتقدموا لقدام باش يكونوا مقابلات ان شاء الله نكونوا في المستوى. باش جينا هنا باش نجيب لي 3 بوان، مي ما كتبش ربي اش نقول لك، نقول لي اسمع بصحتهم داروا بون ماتش ثاني. الحمد لله مام مالغي الاحداث اللي صرات وهذه كانت روح رياضيه فوق الميدان مام بيبليك، واش نقول لك احنا دوكا خمو في المقابله الجايه ان شاء الله باش نخلي 3 بوان في تيزي وزو ان شاء الله.